عمارة محمد أحمد، رئيس قطاع التسويق بشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات التابعة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون بجمهورية مصر العربية. احنا بنشترك للأدين المرة التانية لنا في هذا الماي كونتنت، لأن احنا عاملين مسلسلات تلفزيونية من إنتاج شركة صوت القاهرة، منها الدرامي ومنها الديني ومنها الأنيميشن. فبنمتاز هذا الملتقى لنتقابل مع القنوات الشانلز ومع البرودكشن الآخرين لكي نتبادل التجارة ونتبادل الأفكار، ونشوف يعني من يرغب في يعني التملك حقوق البث، ودايما كده احنا مشاركين في المعارض المشابهة. يعني احنا كشركة تابعة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، شركة إعلامية رائدة في هذا المجال، بنتواجد من أجل التعاقد مع وكلاء جدد او البحث عن افكار جديده نتوالها مع الاخرين المتعاملين في نفس المجال. واحنا مستمرين في هذا الوضع، هو التايتل ماي كونتنت كويس،